اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه 5 minute practice. النهارده هنبدا سلسله جديده هتفضل معانا شغاله طول شهر رمضان، اسمها معلومه على الماشي. الهدف من السلسله دي ايه؟ هتبقى مده الفيديو لا تتراوح، يعني بتتراوح بين دقيقتين لثلاث دقائق، وهنقول فيها معلومات خفيفه وسريعه جدا تقدر تستفيد منها وهتكون بتستخدمها في اغلب وقتك. واول فيديو النهارده بنتكلم عن اهم 10 كلمات واكتر 10 كلمات بتستخدمها انت كل يوم طول شهر رمضان. يلا نبدا. اول كلمه معانا هي شهر رمضان، holy month of Ramadan، holy month of Ramadan. طيب تاني كلمة معانا هي صيام، fasting، fasting، fasting. طيب يعني ايه يصوم؟ fast. طب احنا بنصوم امتى بقى؟ بنصوم في اي وقت كده في اليوم وخلاص، ولا بنصوم من الفجر لحد الغروب؟ بنصوم من الفجر صح. طب الفجر هنا اسمه ايه؟ اسمه dawn، dawn، dawn. sunset اللي هي الغروب، sunset، يبقى الغروب هو sunset، ودي رابع كلمة معانا. طيب مين بقى اللي بيصوم؟ وهي خامس كلمة Muslims، Muslims أو Muslim. طيب المسلمين لما بيجوا يصلوا، الصلاة دي اسمها ايه؟ اسمها prayer، prayer، يبقى الصلاة معناها prayer، ودي سادس كلمة معانا. طب يصلي يعني ايه؟ pray، pray، pray. وبرضو pray بتيجي بمعنى يدعي، يدعي أو يصلي، والصلاة يعني prayer. طيب الصلاة بتتم فين؟ ممكن طبعا نصلي في أي مكان، ولكن المكان اللي الناس بتجتمع فيه وبتصلي فيه هو المسجد. وسابع كلمة معانا هي mosque، mosque، mosque. طيب تامن كلمة معانا النهاردة وهي القرآن الكريم، the holy Quran، the holy Quran. تاسع كلمة معانا وهي حاجة مالية التلفزيون ومالية كل القنوات وكل الإعلانات وكل حاجة، معروفة، التبرعات. طيب يعني ايه يتبرع؟ donate، donate، donate. طيب التبرع donation، donation، donation. يبقى الاسم هو donation، الفعل donate. طيب بيجي وقت السانست اللي هو وقت الغروب وبنبتدي نفطر. طيب ايه الحاجة الرسمية المعروفة اللي كلنا ممكن نبدأ نفطر بها؟ هي البلح صح، او التمر اللي هو اسمه dates، dates، dates. بس كده، تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ورمضان كريم علينا كلنا. سلام.